وحول قصف المنطقة الخضراء بتزامن مع قرار أمريكا بسحب قواتها من المنطقة، ينضم إلينا إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبر الهاتف من لندن. أهلا بك معنا سيد إبراهيم. أهلا بك سيد إبراهيم. يعني كما تعلم، هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد يسفر عن مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص ولم تصب المصالح الأمريكية. ما هي الرسالة من تكرار هذا القصف الذي يروح ضحيته المدنيون دون تضرر على الأهداف المقصودة؟ نعم، أولا أنت تعرف تماما أنه مقبل حذر من التحرك الجماهيري الواسع، وتي توجه رسائل لأنها قادرة هي ومهيمنة، عندها ميليشيات داخل العراق وعندها سلاح العراق، وهاي الصواريخ انطلقت من منطقة حي الأمين في بغداد وشرق بغداد، ويعني هو بنفس الوقت استعراض عضلات على الشعب العراقي على العراق بالأخص. ولا تعتقد أنت أو أنا أو أي واحد آخر أنه إيران لها خلاف أو تستهدف الأمريكان. الأمريكان أوريدي دي ينسحبون، وهناك لعبة قد يجوز الجانب الثاني من هاي الأفعال، هناك لعبة أو خطة مخطط يمكن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على جوانب هذا المخطط باللعب ويا إيران بهذه الألاعيب، كون أنه تريد الآن تنفذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، وتي تظهر أنه إيران بعبع خطير بمناسبة رفع شعار تصدير الثورة إلى خارج إيران، وبالتالي التوجه للهيمنة على البلاد العربية كلها. فإذا أصبح عربية أن تحتمي بإسرائيل، وهذا المشروع أمريكية على بلدان الخليج، أنه هاي إسرائيل فهموا إياها، ترى إحنا ما راح نضرب إيران ولا أي حركة نتخذها ضد إيران، لأن هو الموضوع بالنسبة لأمريكا يخص بالتحديد مشروع الشرق الأوسط، على الدول العربية أن تلوذ إسرائيل لتردع إيران، هذا هو الموضوع. يعني هذه الهجمات عادة كانت تتبناها الميليشيات التابعة لإيران يعني قبل مقتل سليماني، الآن ما هو السبب في عدم تبنيها من قبل هذه الميليشيات برأيك؟ الميليشيات هي معروفة لدى العراقيين، هي الميليشيات تقوم بهذا العمل، وأن الصواريخ انطلقت من شرق بغداد، يعني من مساحة بغداد نفس، يعني على بعد كم كيلومتر الخضراء، مو بعيدة. الميليشيات نفس هي المسلحة بهذه الأسلحة. الميليشيات الإيرانية في العراق تمتلك سلاح أكثر مما تمتلكه الدولة العراقية، إن وجدت دولة يعني. ولكن هناك غياب للتبني سيد إبراهيم. نعم، هناك غياب لتبني هذه العمليات من قبل هذه الميليشيات. نعم، سؤال واضح، يعني جميع الميليشيات الطائفية اللي تتخذ من اسم إلها هي مسؤولة عن هذا الهجوم، هي المسؤولة عن في شمال العراق أو في جنوب العراق، وبالتحديد وسبق لهذه الميليشيات أن رفعت راية العلم الإيراني مع الرشاشات سلاح يعني في داخل بغداد إحدى المرات وإحدى المظاهرات. طيب سيد إبراهيم، يعني هل تعتقد أن الهجوم الذي تم بالأمس له علاقة بقرار أمريكا سحب قواتها من المنطقة الذي تحدث عنه يعني وزير الدفاع الأمريكي الجديد كما تعلم؟ يعني إذا كانت أمريكا أعلنت انسحابها من العراق، فلماذا هذا القصف؟ هذا القصف يعني إرسال رسالة إلى الجماهير، الشعب العراقي الثائرة التي الآن في محافظات العراق والأخص الجنوب، تعطيهم رسالة أنه نحن هنا، أننا هنا، هاي معناها يعني.
أيضا إذا أردنا يعني الحديث عن قرار سحب القوات الأمريكية من المنطقة وأثره على توازنات القوى التي يتحدث عنها الاتحاد الأوروبي، ما رأيك بمزامنة أو بتوقيت هذا القرار، قرار الانسحاب؟ أضيف لك ملاحظة مهمة جدا، أنه الأمريكان إطلاق يد إسرائيل على المنطقة العربية كلها وليس على الأراضي الفلسطينية فقط، وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع بإيران بأن في العين الحمراء أو تساوي العرب النار بهذا القدر، تخبر العرب أنه إحنا مش قادرين نضرب إيران وإحنا لن نضرب إيران، إذا تريدون تحمون نفسكم هاي إسرائيل فهموا معاه. هذه رسالة الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظومة دول الخليج، وهذا الصوت سيسمعوه الآن حكام الخليج. أوضح النهار قيل لهم أنه بما معنى الهيمنة الإسرائيلية وإحياء مشروع الشرق الأوسط الجديد وتنفيذه فعلا يعني بهاي التحركات بين إيران وبين أمريكا. إذن إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.